الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء ارتفاع نسبة التضخم السنوية في شهر أيار بنسبة 3.4% في عموم العراق، ويؤكد المختصون في الاقتصاد أن شبح الفقر يلقي بثقاله على العراق، حيث تشير التقديرات إلى أن 11 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر، ما يعد مؤشرا مقلقا ينذر بتحديات هائلة تواجهها البلاد. وبحسب إحصائيات رسمية، فلقد تصارت درة المثنى المحافظات الأشد فقرا بواقع 52%، تليها محافظة القادسية وذي قار بنسبة 50%. أكد خبراء في الشأن الاقتصادي أن بعض قرارات البنك المركزي العراقي ساهمت بشكل كبير في أزمة الدولار في السوق المحلي، وقال الخبراء إنه رغم كل إجراءات البنك المركزي للسيطرة على أسعار صرف العملات فشلت طوال الفترة الماضية، بل بعض قراراتها ساهمت برفع الأسعار لأنها قرارات متسرعة وغير مدروسة، وآخرها منع إعطاء الدولار للمسافرين إلا عبر المطار. أكد مختصون في الشأن الاقتصادي أن استخدام العمالة الأجنبية يفاقم أزمة البطالة في العراق ويؤثر سلبا على إيجاد الكثير من فرص العمل للشباب العراقي العاطل عن العمل. وبحسب آخر الإحصائيات، يعمل في العراق أكثر من مليون عامل أجنبي، غالبيتهم من العمال غير الشرعيين وليس لديهم سجلات، ومن بين هؤلاء لا يملك سوى 71 ألف عامل تصاريح عمل بمعدل 7% فقط، وأكثر من 900 ألف عامل أجنبي أي 92% منهم يعملون بشكل غير قانوني. احتل العراق المرتبة الثالثة كأكبر الدول العربية المستوردة لأجهزة التبريد المنزلية خلال العام الماضي، وفقا لموقع OCA World الأمريكي المتخصص بالإحصائيات. وجاءت الولايات المتحدة وألمانيا واليابان كأكبر الدول استيرادا في العالم لأجهزة التبريد العام الماضي ب 13 مليار دولار و750 مليون و700 مليون دولار على التوالي، فيما تصدرت المكسيك وتايلاند أكثر الدول تصديرا لأجهزة التبريد ب 21 مليون و700 مليون دولار و7 مليارات و6 مليارات و100 مليون دولار على التوالي. انخفضت أسعار خامي البصرة الثقيل والمتوسط، وذلك بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط العالمي، وتراجعت أسعار خامي البصرة الثقيل 85 سنتا لتصل إلى 76 دولارا و53 سنتا، كما تراجعت أسعار خامي البصرة المتوسط 85 سنتا لتصل إلى 79 دولارا و43 سنتا. وانخفضت أسعار النفط العالمي مواصلة الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة وسط مخاوف بشأن الطلب في الصين أكبر مستورد للخام في العالم، بينما تجاهلت السوق خطر تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط. قبل الختام نذكر بأسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وبأسعار المعادن. ختام الموجز، إلى اللقاء.